ومثل ما عم تشوفون هون، هيدي هي البطاطس يلي حتشوفوها اليوم في هيدا الفيديو. ما عليكم انكم تشوفوا للأخير، ويلا معانا. Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حصة اليوم، حصة طبخ مع حصة طبخات إلياس. اليوم في طبختنا اليوم راح ندير لكم الحميس. الحميس يعني احنا في الجزائر نسموه الحميس، وهو الفلفل المشوي مع الطماطم. المهم يعني راح تشوفوه، وراح ندير لكم بطاطا في الفرن بورق الطهي وورق الالومنيوم. راهم كما راكم تشوفوا هنا، اول شيء احنا راح نشحروا او راح كيف يسموه نشويو هذاك الفلفل كما راكم تشوفوا هنا في هذا النار. يعني خيرت انها راح تكون في النار على الحطب، يعني هذا هو الفلفل مع الطماطم، يعني راح نشحروهم في زوج في هذا النار. انا خيرتها انها تكون على الحطب، يعني شعلت هذا الحطب ونستنى حتى تطفى الحطب ويبقى الجمر لوحده، لانه لما نشويها على شعاع النار راح تجي مره وما راحش يعني راح تتحرق. ولكن لما تطفى النار زي الشواء العادي تاع اللحم، يعني كيما نديرو الشواء تاع اللحم هكذاك نشويو هذا الفلفل اللي راكم تشوفوه هنا. وكاين فلفل حلو وكاين هذو صغارات، هو الفلفل الحار باش يعطي نكهه رائعه. المهم الان نخليكم هنايا معايا مع هذا المقطع. نذكركم باش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش تتوصلوا بكل جديد، وما تنساوش تدعموا مقطع الفيديو بزر اللايك. الان نروحوا نوجدوا مقادير تاع البطاطا باش نحطوها في الفرن، لانها تطول البطاطا هذه من 45 دقيقه الى ساعه ونص وهي طيب، لانه بدون ماء بدون ولا شيء راح تكون فقط بورق الطهي وورق الالومنيوم. بعد ما نحط البطاطا هنعاود نرجع لكم باش نشحروا الفليفلات مع بعض. وهانتوما معايا ونكمل مع تشحير الفلفل او شواء الفلفل على الجمر. مثل ما تلاحظون الان يعني كما راكم تشوفون هنا، رانا حطينا الفلفل راح يتشحر هكذا، ونكملوا مع بقية الفلفل والطماطم، يعني راح تشوفوها أكيد في المقاطع الجاية. وهانتوما مع الفيديو، إن شاء الله اتبعوها للآخر. اول شيء يلي راح نبدوه في البطاطا في الفرن بورق الطهي وورق الالومنيوم. راح نقطع اول شيء الفلفل، لانه راح نحتاج الفلفل. راح نقطع الفلفل بهذه الطريقه، يعني انتم حسب افراد العائله، سواء بكميه البطاطا سواء بكميه الفلفل سواء بكميه الطهي، يعني كل واحد عارف وش شكل عائلته. المهم نكمل بهذه الطريقة حتى نقطع جميع الفلفلات. وكما راكم تشوفوا هنا راح نقطعوا البطاطا إلى دوائر كما راكم تشوفون. قلت لكم كمية البطاطا حسب كمية أفراد العائلة تاعكم. مهم واحد عندي 8 بطاطا صغيرة وواحدة كبيرة، والكبيرة راهي كي نقطع فيها تتهز بالصف الطابلة والفيديو تنهد، يعني كما راكم تشوفوا الآن. المهم أن نكمل باقي البطاطا ونرجع لكم.
والان بعد ما كنت ندير هذوك المقادير تاع البطاطا رجعت لهنا البرا، كاع الفلفل تاعي كما راكم تشوفوه هنا اتشحر وحطيته داخل كيس بلاستيكي. من المفروض يعني الكيس البلاستيكي هذوك يكونوا ابيض، ومن المفروض يعني يكون كيس بلاستيكي الغذائي احسن، ولكن احنا راكم تعرفوا العائلات الجزائريه البلاستيك اللي نجيبو فيها الفلفل هي نفسها اللي نستعملوها. المهم وهنا حطيت الفلفلات الصغيرات الحارات باش يتشحروا، وراح نحط معاهم حبات الطماطم ايضا. شوفوا والله يشكلون منظر رائع، نقدر نقولوا علام الجزائري. يعني شوفوا هذا كنا هذا ابيض الاحمر والاخضر، رائع جدا. المهم الان نخليو هذا يتشحروا للاخير ونرجعوا للبطاطا تاعنا في الدار، وهانتوما معايا. والان بعد ما دخلت من برا كيما راكم شفتوا كنت نشحر في هذاك الفلفل، نكملوا المقادير تاع هذا البطاطا. راح نسحقوا كيما من البطاطا مقطعه الى دوائر ولا الى شرائح كيما راكم تشوفوا هنا، وراح نحتاجوا الى قطعتين من لحم الغنم، يعني البلاصه اللي تحبوها واللحم اللي تحبوه، يعني غنم ولا ماعز ولا دجاج، كل واحد كيما يبغوه. ولكن بما اننا رانا في فتره العيد المبارك مازال يعني لحم العيد رانا درناه بلحم العيد، وراح نحتاجوا في التتبيله الى طماطم مقطعه الى قطع، بصله مبشوره، بابريكا، و راس حانوت، فلفل اسود و كمون، وراح نحتاجو الى فلفل او طرشي، يعني كل واحد كيفاش يسموه تسميته تختلف في مناطق الجزائر، مقطع الى دوائر او شرائح كما راكم تشوفوا. يعني الان كما راكم تشوفوا هذا هو المنظر الاخير، راح نكملوه وهانتم معايا تشوفوا في الفيديو، تبعونا خطوه بخطوه. اول شيء راح نبداو فيه باش نتبلو البطاطا تاعنا وكل شيء، راح نجيبو هذا العطريه يعني نحطوها مليح في اناء كبير ونرشها. كما راكم تشوفوا هنا نفرغوه جيدا، يعني اول شيء راح نديرو ورق الالومنيوم ثم ندير ورق الطهي ونغرفو عليه. الصبر نكملو هذا، نزيدلو الملح، نزيدلو شوية الملح، ثم نسكر عليه بهذه الطريقة اللي راكم تشوفو فيها هنا. سكر عليه على قد ما قدرتو، يعني انا سي اوبليجي نزيدلو الالومنيوم. المهم كما راكم تشوفوه نخليوه هكذا، يعني ما تثقبوه ولا اي شيء، ونحطوه مباشره في الفرن، يعني كل واحد كيفاش يدير درجه الحراره تاعو،
وهذا يطيب من 45 دقيقة حتى لساعة ونص وهو يطيب. أنا يعني راح نحطه في الكوشة الجديدة اللي كنت صورتها لكم في الفيديوهات السابقة، وهذه هي، وراح نتلاقاو في الطبق النهائي وفي الطاولة النهائية. وكيما راكم تشوفوا هنا يعني رانا نحيناه، والبطاطس شوفوا تعبط، شوفوا اللحم ايضا كانه تنحى من الاخر. المهم تشوفوا لذيذ لذيذ جدا. تحرق لي شويه يعني كيما راكم تشوفوا، انا ما راحش نخبي عليكم حتى حاجه، ممكن اني طولت عليه شويه. المهم الريحه تهبل تهبل جيدا، بلا ما بلا والو، صحي ورائع جدا. وكيما راكم تشوفوا هنا راني حطيته في اللب في وبعد ما طبق لي هذيك البطاطا نرجعوا الان باش نديروا الحميص تاعنا. هذه هي خرج رائع 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 جدا، واللحم طاب يعني ما تديروا له الماء ما تديروا له ولا حتى شيء. اكيد بزاف ناس راح ينتقدوني على التعليق او على عنوان الفيديو، ولكن هذه هي مجرد عناوين لجلب الانتباه وكذا ومنا ملهيه. وهذه هي الكسرة راهي طيب. المهم كان عشاء رائع رائع جدا، وجبة عشاء رائعة أنالت إعجابنا، وتمنى أن تنال إعجابكم أيضا. المهم ما تنسوش أنكم اشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس وبارتجيو لا فيديو، خليونا كومنتير شباب. هذا هو الحميص يعني راني نكملو له. المهم راح يكون هناك مقطع في الأخير باش تشوفوا الطاولة النهائية كيفاش جات.